في هذا التوضيح سنرى كيف تعمل الدارة الممرضة في تينا باستعمال المتحكم الدقيق بيك. سنرى أيضا كيف نستعمل المنقح ونكون بي سي بي، وأخيرا نختبر الدارة الإلكترونية بثلاثة أبعاد. أولا نفتح الدارة الإلكترونية الموجودة في الملف بي سي بي. ها هي الدارة الإلكترونية، لنرى كيف تعمل. نفتح محاكي في اتش دي ال، سنرى أن الأضواء مضاءة من الأسفل إلى الأعلى. يمكن تغيير اتجاه الإضاءة بالنقر على الوضعية الأولى للمحول المائل. الآن ننقر مرة أخرى، ستكون الإضاءة مرة أخرى من الأسفل إلى الأعلى. تعمل هذه الدارة عبر تشغيل شفرة دقيقة في المتحكم الدقيق. لنلقي نظرة على الشفرة لنرى كيف تعمل. ننقر نقرا مزدوجا على المتحكم الدقيق، ثم نقرا واحدة على آخر سطر في الخصائص. هنا يمكننا رؤية وتحرير شفرة التأويل داخل المتحكم، بينما يمكن استعمال المنقح المنبت في تينا للقيام بالتغييرات. قم الآن بتشغيل كامل الشفرة مجددا. يمكن أيضا تشغيل الشفرة خطوة بخطوة، أو حتى وضع نقاط التوقف. لنرى الآن كيف نستعمل منقح تينا MCU. أولا نتأكد أن زر VHD النمط التفاعلي غير شغال، ثم قم بتشغيل المنقح MCU من قائمة تحليل Analysis Dialog. انقر على صندوق العلامة تحويل شفرة المنقح وانقر على موافق. لاحظ أنه في النسخة الجديدة لتينا يمكنك تحويل المنقح مباشرة من خلال قائمة تحليل. اضغط على زر التفاعلي VHD ولنقم بنقله إلى وضعية أخرى بحيث يمكننا أيضا رؤية الأضواء. ننقر على زر خط الداخل لمتابعة عمل البرنامج خطوة بخطوة ومشاهدة موقع الذاكرة وسجلات في أسفل الشاشة. يمكننا أيضا تشغيل البرنامج ومراقبة نتائج العملية. في هذه الحالة يمكن رؤية الأضواء تومض من الأسفل إلى الأعلى. ولاحظ أن الإضاءة تغير اتجاهها عند النقر على المحول المائل. نوقف مشخص الأخطاء ومعالجها بواسطة زر التوقف. وطبعا يمكن أن يعمل هذا البرنامج خطوة بخطوة أو باستعمال نقاط التوقف. لنضع نقطة توقف عند العلامة زيادة. ونضع مؤشر الماوس بعد العلامة، ثم نضغط على زر نقطة توقف مفصلية لإدماج نقطة التوقف. الآن لننقر على المحاول المائل ثانية لاستعمال النمط التزايدي. الذي تومض فيه الأضواء من الأسفل إلى الأعلى، نشغل البرنامج مرة أخرى بواسطة زر التشغيل. الآن نرى البرنامج يعمل، وما أن يصل إلى نقطة التوقف حتى يتوقف عن العمل، ويمكن التثبت من مواقع الذاكرة والسجلات. من هنا يمكننا إما المواصلة خطوة بخطوة أو استعمال زر خط الداخل أو النقر على زر التشغيل لمواصلة العملية.
وطبعا مرة أخرى سيتوقف البرنامج عند العلامة زيادة. الآن نغلق مشخص الأخطاء ومعالجها. قبل بناء الدارة الفعلية سنرى كيف نشاهد الدارة على البي سي بي. نكون نموذج للدارة يعمل بالثلاثة أبعاد باستعمال مصمم بي سي بي لتينا. أولا اضغط على زر مصمم بي سي بي في شريط الأدوات. سيظهر صندوق حوار مصمم بي سي بي. التصميم بي سي بي قد تم تصميمه مسبقا. إذا يكفي أن نقوم بالنقر على موافق لاستخراجه. هذا لوح بي سي بي بجانبين. سنقوم الآن بوصف النموذج الافتراضي بثلاثة أبعاد ولكن بدون مناقشة تفاصيل تصميم بي سي بي. لتكوين نموذج الدارة بثلاثة أبعاد ما علينا سوى الضغط على زر مشهد الثلاثة أبعاد في شريط الأدوات. تظهر نافذة جديدة تحتوي على مشهد الثلاثة أبعاد للدارة. باستعمال مفاتيح الأسهم على لوحة المفاتيح يمكن تغيير اتجاه الدارة. على سبيل المثال، اضغط على السهم الأعلى لمعاينة الأسلاك في أسفل الدارة. يمكننا أيضا إدارة الدارة بالضغط المتواصل على الزر الأيسر للماوس وتحريك الماوس. أيضا يمكننا التكبير والتصغير بالضغط المتواصل على الزر الأيمن للماوس وتحريك الماوس، أو ببساطة عن طريق استعمال المفاتيح Page Up و Page Down على لوحة المفاتيح. الآن نعود إلى محرر الرسم البياني بالنقر على زر تينا في أسفل الشاشة أو الضغط على Alt Tab. إذا قمنا بالضغط على زر النمط التفاعلي VHD في شريط الأدوات ستبدأ الدارة بالعمل. يمكننا أن نرى أن الأضواء لا تومض فقط على الرسم البياني ولكن أيضا على نموذج الثلاثة أبعاد. يمكننا أيضا تجربة المحولات المائلة. فمثلا الضغط على المحول الأول لتغيير اتجاه الوميض. نرى أنه باستعمال تينا يمكن اختبار كل جوانب الدارة قبل التصنيع باستعمال النموذج الافتراضي للعمل. أخيرا لنقارن النموذج الافتراضي بالثلاثة أبعاد مع الدارة الحقيقية. بالاعتماد على ملفات تينا قمنا بصنع الدارة التي اختبرناها هنا. تظهر هذه الدارة على الفيديو في الزاوية السفلى على يمين الشاشة. كما يمكننا أن نرى أن مظهرها وعملها يشبهان كثيرا النموذج الافتراضي. تماما مثل النموذج الافتراضي يمكنك تغيير اتجاه الوميض عن طريق المحول المائل. تعمل الدارة تماما مثل ما قمنا بتصميمها.
بهذا نختم هذا التوضيح لاستعمال تينا لتصميم واختبار وبناء دارات PCB.